فهمنا نحن طلاب المنح الداخلية جامعة صنعاء، لدينا كثير من الطلب، قدمنا التقينا بوزير التعليم العالي وقدمنا جميع مطالبنا واتفقنا اتفاقات، لكن للأسف يعني لمدة شهر ولم نجد أي تنفيذ لأي مطلب. كانت مطلبنا وطالبنا المطلب الأول صرف المستحقات المالية لطلاب المنح الداخلية، يعني يصرفوا لنا كل 6 أشهر، يعني ايش يسوي بها الطالب كل 6 أشهر؟ اتفقنا على انه يصرفوا كل 3 أشهر، لكن الى الان لم تتحقق ولا مطلب. هذا المطلب الاول. المطلب الثاني، اتفقنا انه الطلاب المتعثرين يصرف لهم، الى اليوم لم يصرف ولا لطالب متعثر ولا لغيرهم. المطلب الثالث، رفع المستحقات الماليه من 120,000 الى 40,000 كاقل تقدير، بسبب ان 20,000 لا تقدم لأي غرض للطالب، لا يستطيع أن يشتري يعني كتبها الدراسية، ما بالك بصرفتها المعيشية. يعني الطالب الذي يجي من محافظة ثانية لا يستطيع أن يتصرف بهذه الفلوس. فهذا المطلب الثالث. المطلب الرابع، اتفقنا مع الوزير التعليم العالي أن يسلم الفلوس عبر كاك بنك أو عبر البريد شهرياً أيضاً، لكن قال إنه في فترة متأخرة. هذه مطالبنا، لكن إلى الآن لم تنفذ ولا أي مطلب. الآن إحنا أتينا إلى وزيرة رئاسة الوزراء لتقديم شكاوينا إلى باسندوة، لأنه لم يتجاوب معنا لا وزير التعليم العالي ولا وزير المالية. وأيضاً في هناك شيء، مجموعة من الطلاب ذهبوا إلى وزارة التعليم العالي وتم الاعتداء عليهم بالشتم وأيضا باليد، اعتدوا عليهم بال الحراس حق وزارة التعليم العالي. وشكرا.